السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طاهر الزير وهذه قناتي على اليوتيوب. بالفيديو السابق نزلت عن الإقامة الدائمة وكل شيء بخص الإقامة الدائمة وتكلمت فيه وكل شيء بخص اللاجئين وغير اللاجئين. أما بهذا الفيديو إن شاء الله راح أقوم بتقديم لطلب للهوم أوفيس على الإقامة الدائمة، لأنتوا أنا إقامة اللجوء انتهت وإن شاء الله راح شارك الطريقة معكم. طبعا أنا بنصحكم قبل ما تعبوا الطلب أو قبل ما تتابعوا معي هذا الفيديو، إذا ما شفت الفيديو الأول روح شوفوا، لأنتوا أنا بهذاك الفيديو شارح كل شيء بخص الإقامة الدائمة، شو بتحتاج أوراق وإثباتات. أما بهذا الفيديو ما راح احكي عن لا الاوراق ولا الاثباتات. بتمنى تشوف الفيديو السابق قبل ما تشوف هذا. وطبعا بعض الاسئله يلي راح تجي هلا راح تكون مختلفه من شخص الى اخر، يعني الاسئله راح يسالوك اياها لك غير الاسئله راح يسالوني اياها لالي، بس الاسئله الرئيسيه هي نفسها. ايش بقصد انه مختلفه من شخص لاخر؟ مثلا الشخص يلي عنده جرائم غير الشخص يلي كان كيوت في البلد هذه وما عنده جرائم، واللي شخص متزوج وعنده 4-5 اولاد غير الشخص العزابي. يعني هذا راح يسألوه مثلا عن زوجته، بيان زوجته وأولاده، وهنا العزابي ما راح يسأل عن شيء. لهيك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللي عنده زوجي وأربع أولاد الطلب بيطول 10 ساعات تقريبا. أنا وابني طولت 3 ساعات طبعا، بس اختصرت هذا الفيديو بعشرين دقيقة. من المفروض انه تعبي على الإقامة الدائمة في آخر 28 يوم من إقامتك، وإذا أنت عبيت الطلب على الإقامة الدائمة قبل هذا 28 يوم بتمنى منك انه تعيد الطلب مرة ثانية، لأن انتو ما راح ينفع والله أعلم، نظرا انه الهوم أوفيس بتشرط على الإقامة الدائمة انه تقيم بها البلد 5 سنوات. إذا عبيت الطلب قبل 28 يوم الأخيرات هذا معناته انه أنت ما قمت في البلد 5 سنوات، أنت أقل من 5 سنوات، لهيك يعني لازم يكونوا في 28 يوم الأخيرات. قبل ما نبدأ بتمنى انه منك تشترك معي بالقناة، واذا عجبك الفيديو لا تنسى بلايك وتشارك الفيديو لأصحابك اللي عم يعبوا على الإقامة الدائمة، ويلا نبدأ بسم الله. ندخل هنا بنقول بسم الله وندخل على جوجل كروم، بعدين ندخل go.co.uk welcome to go.uk، هذا موقع الوزارة طبعا. بعدين ندخل على نختار فيزا عند immigration. بعد ما اخترنا فيزا immigration بنحط هنا live permanently in the UK، طلعنا هذا السكشن، نحن عملنا السكشن هذا other types of settlement، نختار settlement refugee and humanity protections. بعدين ندخل لهنا حط apply، نزل لتحت apply online، بعدين نزل لتحت apply now. هنا سؤال Are you currently in the UK? Yes. Save and continue. Other home office application. Do you currently have an application with the home office for leave to remain for which you have not yet received a decision? No. Register an email. Create a password. Save and continue. أبي لي هنا verification email has been sent. Save and continue. هلا بعد شوي نسوي شيك اذا هني بعثوا لنا ولا لا. هلا هنا الابلكيشن متقسم الى عدة اقسام، الى 6 اقسام. هو شيء start application documents declaration pay and further actions. خلينا نبدا باول وحده start. Who does this email belong to؟ يعني لمين هذا الايميل؟ لالي، يعني لذا applicant. هنا هذا للمحامي او someone else مثلا. Save and continue. بعدين هنا do you have an immigration advisor based in the UK؟ هل لديك انت محامي موجود في بريطانيا؟ لا. أبعد بالطلب لوحده. هنا بقى هدول الأجوبة اللي نحن أوبناهم على الأسئلة، إذا بنحب نغيرهم نغيرهم، بس أنا ما بحب غيرهم. تمام continue. هلا بقى وصلنا على الابليكيشن، هذا ذا ابليكانت هو أنا معبي الطلب، راح أنا بقى هني في أسئلة راح أنا أجاوب عليها. خلينا نبدأ answer the question about the applicant، جاوب على الأسئلة لمعبي الطلب. نضغط عليه بنحط title master given name طاهر خالد، هنا الزير family name الزير. انا طبعا كتبت طاهر خالد لانتو انا بالاقامه وبعد خط الاقامه سجلوا لي اسم ابوي اسم كميدل نيم، لهيك انا راح اكتبه معهم. سيف اند كونتينيو. اني اذر نيمز ان اديشن تو ذا نيمز اوريدي بروفايدد ار يو نون اور هاف يو ايفر بين نون باي انذر نيم؟ يعني هل انت بالاسم اللي اعطيتنا اياه اضافه الى ذلك هل عندك غير اسم او انت معروف بغير اسم؟ لا. كونتينيو سيف. Can we use this email address to contact you؟ هل نستطيع أن نستخدم هذا الإيميل للتواصل معك؟ نعم. ملحوظة عم بيقول لك you must notify us immediately if your email changed. يعني إذا أنت غيرت هذا الإيميل لازم تخبرهم بسرعة. Save and continue. هنا provide your telephone number.
هاي ماي تليفون نمبر، هنا بيقول لك اي كانت بي كونتاكتد باي تليفون. لا هذا خيار، انه اذا انت بتقول له انا ما بحث يعني ما عندي رقم تليفون حتى تتصل لي، فيك مثلا تختار تحت هنا كمان. هنا سؤال بيقول لك وين دو يو يوز ذيس تليفون نمبر، وين تستخدم هذا التليفون، فور يوز وايرلس ان ذا يو كي، فور يوز وايرلس اوتسايد ذا يو كي، يعني داخل اليو كي وخارج اليو كي. انا حط له تك ان لانه انا الخط تبعي هو انترناشونال. سيف اند كونتينيو. هنا انتر يور باس كود اند فايند يور ادريس، فايند ادريس، شوز ان ادريس. Is this where you live now? هل هذا وين أنت تعيش هلا حاليا؟ نعم. When did you start live in this address? Save and continue. Previous address history. Is this address in the UK? Yes. Enter postcode. Choose an address. When did you start living in this address? When did you stop living at this address? Save and continue. Have you lived at any other address in the UK or abroad in the last 5 years? Yes. Save and continue. Is this a UK address? Yes. Enter a UK postcode. Choose an address. When did you start living in this address? وأيما طلعت منه. Save and continue. Have you lived in the... Yes. Save and continue. Is this a UK address? Yes. Enter a postcode. Find address. When did you start living at this address? وأيما وقفت. Continue. Other addresses in the UK. Have you lived at no? Save and continue. هنا بقى your gender and relationship status. Male. What is your relationship? Married and civil partner. Save and continue. Your nationality and country and date of birth. Country Syria. Syria Arab Republic أول واحدة. Country of birth كمان سوريا. على فكرة يعني بيحطوا هذا السؤال لأن في ناس يعني مثلا سوريين بس والدارين مثلا بسعودية أو والدارين بتركيا أو أي مكان. Place of birth. Date of birth. تاريخ الميلاد يعني. Save and continue. بيجي عندك هنا your passport and Syrian Arab Republic. Do you have a valid passport? No. Save and continue. Reason for not providing your passport Syrian Arab Republic. لأن انتو أخذتو ما رجعتو ليه. You are unable to provide your passport with your application because you have lost it or it was stolen. لا. You have never had a passport. For example, because you were born in the UK. لا. You have previously applied for leave and your passport has not been returned. هذه هي. أنا من قبل عبيت على الإقامة هنا في بريطانيا وأخذوا من الجواز السفر وما رجعوا لي. Save and continue. Copy of your passport details Syrian Arab Republic. أنا ما عندي copy. Are you able to provide the details of your passport using a copy of the information? No. أنا ما حط له نسخة حطيتهم إياها وخلاص. Expired passport Syrian Arab Republic. Do you have the details of your most recent expired passport? لا ما عندي أي معلومة عنه. Your identity card Syrian Arab Republic. Do you have a valid national identity card? هلا نحن الidentity card الهوية ما لها أبدا انتهاء صلاحية بس إني عندهم هنا لهيك بيسألوا هذا السؤال. هل عندك بطاقة سار الصلاحية فيها؟ أنا كان عندي بس ضيعتها. راح أحط لهم لو. Do you have a most recent expiring national identity card? كمان لا. Your travel document. Do you have a travel document? Yes of course. Travel document reference number. بحط الرفرنس نمبر بتلاقيه هنا في اول صفحة جنب مكتوب جي بي في النص وجنبه تكون من 9 ارقام. Issuing authority home office اكيد. Date تاريخ الاصدار. Expiry date. Confirm you can provide this travel document. Yes I can confirm I can provide this travel document if required. Do not worry home office. راح اعطيكم اياه. Save and continue. Your other nationalities. Do you currently hold or have you ever hold any other nationality or citizenship? عندك أي جنسيات أخرى غير سوري؟ لا. No. Save and continue. Other passport application. Do you have outstanding application for a national passport or other travel document for any other country apart from the UK? No. هل لديك اي ابلكيشن انت هلا حاليا عم بيت الطلب عشان تاخذ جواز سفر غير اليو كي؟ لا. سيف اند كونتينيو. يور هوم اوفيس ريفرنس نمبر. دو يو هاف اني هوم اوفيس ريفرنس نمبر؟ يس اوف كورس. بالعاده بتلاقيه باوراق الهوم اوفيس بعد كنت انت اخذت الورقه مثلا بعد قالوا لك انه انت يا حجي اخذت الاقامه هنا في بريطانيا وموجود مكتوب اور ريفرنس. لكن هنا احنا حاطين لك كمان هنا اور ريفرنس او كيس اي دي. حط له yes I have. Enter your home office reference number. هذا سويت له enter. Save and continue. Your national insurance number. What is your current national insurance number? هذا عندي اياه. إذا ما عندك بتحط هنا بس كل الناس عندهم. Save and continue. Driving license. Do you have a UK driving license? Yes of course. Enter your driving license. هاي انترنا. Save and continue. Time in the UK. How long have you lived in the UK?
هذا بيبدأ بقى من تاريخ اللي دخلت فيه على بريطانيا وليس من تاريخ يلي أخذت فيه الإقامة. سيمان كنتني time spending outside the UK since you started living in the UK have you spent time outside the UK for 3 months or longer. هل أنت رحت غادرت بريطانيا أكثر من 3 أشهر من أول ما عشت هنا؟ أنا لا. سيب أن كونتينيو. Travel to the countries you sought protection from. أنت رحت على بلدان أخرى وطلبت منهم الحماية؟ أنا لا. Have you traveled to the countries you sought protection from either asylum or human right grounds since you made your asylum or human right claim? No. أنا ما قدمت asylum seeker من أول ما جيت لهنا على بريطانيا. قدمت هنا وما رجع قدمت في أي دولة أخرى. Your social culture and family ties. Do you have any family in your country of birth, nationality or any other country where you have lived from more than 5 years? هل لديك أي عائلة ببلدك الأصلي اللي أنت ولدت فيه أو ببلد أنت عشت فيه أكثر من 5 سنوات؟ إذا yes بتحط yes، بس أنا عندي لا. أكتب لي why. ما ليش ما عندك عائلة do not have a family in any of this country. ببساطة لأن نصهم ماتوا ونصهم تهجروا. تمام خلصنا من هذه. هنا do you have any friend in your country of birth, nationality or any other country where you have lived for more than 5 years. هذا السؤال نفس السؤال اللي قبله بس هذا على الأصدقاء وليس للعائلة. كمان لا. عبيل لك هنا explain why you do not have a friend on any of these countries. كمان ببساطة يعني نصهم ماتوا ونصهم تهجروا وطلبوا لجوء في بلاد أخرى. هنا بعده are you part of any social groups or do you have other culture ties in your country of birth, nationality or any other country where you have lived for more than 5 years. يعني عم يسألك في هذا السؤال هل لديك أي نشاطات اجتماعية؟ عندك اكتب له إيه، ما عندك اكتب له لا. أنا راح اكتب له لا ما عندي. عم يسألني اكتب لي واي. إذا كتبت له إيه كمان بدي يقول لك provide details واكتب لي. أنا ما عندي صراحة يعني اكتب لي واي بسبب الحرب يلي بسوريا أضعت كل النشاطات. Save and continue. Dependent not previously depend on your claim. Will you include any dependent on this application not part of your previous claim؟ هل انت راح تتضمن اي ديبندنت معتمد عليك ما كان موجود معك بالطلب القديم يعني بالكليم القديم بعد قدم طلب لجوء؟ انا كنت اعزب وتزوجت وهلا صار عندي طفل الحمد لله. الله يخليكم اولادكم ويحفظهم. راح له يس. اذا كنت انت اعزب وهلا اعزب وعم بتقدم بتقول له نو ابليكابل يعني هذه الشروط غير ما تطبق علي، او اذا شيء ثاني بتقول له لا انا راح له ايه. هنا بدي انا اسوي له تيك مشان اقول له I will provide any evidence I have to prove our relationship for example birth certificate. يعني انا راح اقدم اثباتات لتثبت العلاقة بيناتنا، مثال شهادة الميلاد مثلا. راح ان شاء الله انا راح اقدم شهادة ميلاد تبع ابني. Same and continue. Depends from previous claim. Will you include all dependent on this application who were previously dependent on your claim? راح اقول له not applicable. Same and continue. Non-applying partner. يعني عندك انت اي شريك ما راح يعبي معك؟ Do you have any partner who is not applying on this application? Yes. زوجتي انا ما راح تعبي معي لان هي جيبت سباوز فيزا. بعدها هي بكير راح تتقدم. Save and continue. Your current partner. راح يسألني. Save and continue. حطيت اسم الاول واسم العائلة. Your partner's name. Has your partner ever been known by another name? هل هي غيرت اسمها ولا لا؟ لا. Save and continue. Relationship to your partner. ايش العلاقة بيناتكم؟ Spouse. متزوجين. Save and continue. Date of birth and nationality of your partner. Country of nationality. Syria. هنا كمان اذا عندها اي جنسية اخرى بتقول add another nationality بس هي ما عندها. Date of birth. Save and continue. Living together. Do you and your partner currently live together? Yes. When did you start living together? Do you and your partner intend to continue living together in the UK? Yes. هل انتم مخططين ان تعيشوا مع بعض؟ نعم. Save and continue. Home office reference number? Yes. Enter any home office reference number. Save and continue. Your children. Do you have any children of 18 years old or under? Yes, I have. Are all of your children applying with you on this application? Yes. Save and continue. Immigration history for either the UK or any other country. Have you ever been refused a visa, refused entry at the border, refused permission to stay or remain, refused asylum, deported, removed, required to leave, excluded or banned from entry? ولا واحدة من هدول أنا. تم منعك بUK ببريطانيا أو خارج بريطانيا في أي دولة تكون؟ هل منعوك من الدخول على الدولة؟ أو هل رفضوا لك الفيزا؟ أو هل حرموك من الدخول؟ أو هل منعوك من الدخول مؤبدا؟ لا. أنا لا. بس إذا أنت بتقوله إيه مثلا تقول save and continue بجوز يسألك بعد سؤال آخر. Bridge of UK immigration law.
Have you ever entered the UK illegally? الناس كتير بتخربت فيه ومو قصة بتخربت فيه ما بعرف. في ناس بتحط أي وفي ناس بتحط لا. أنا دخلت بالشاحني دخلت على بريطانيا من طريق الشاحني معناته أنا داخل illegally. هذا معناته illegal. أنا راح أحط yes. أنا بقى راح يسألني سؤال ليش أنا دخل شلون دخلت. أنا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. بقول له أنا هنا I entered the UK illegal. When did this branch of the UK immigration law happen? Give details of what happens. إيه خلاص. Save and continue. Other branches of the UK immigration law. اخترقت أي قوانين أخرى؟ لا أنا ما اخترقت أي قوانين. Save and continue. Convictions and other penalties. At any time have you ever had any of the following in the UK or in any other countries? A crime conviction ما عنديها. Penalty for a driving offense. For example, disqualification for speeding or no motor insurance. يعني انت كان عندك مخالفات انت عم تسوق سيارة بدون تأمين. واحد. اثنين. Disqualification for speeding يعني سحبوا منك رخصة بسبب السرعة. انا لا ما سحبوا مني رخصة بس انا عندي 3 نقاط سرعة. انا راح احط هنا Yes. You must tell us about speed as well as in speed conviction. You must tell us about any absolutely or conditional discharges you have received for an offense. انا حط له انا هذا. Save and continue. Your driving offense. You must tell us about fixed penalty notice, speeding or parking ticket if you have received 3 or more. If you received a fixed penalty notice but didn't pay the fine and there was a criminal proceeding result in a conviction, tell us here. What was your driving offense? Azar, tell us what. 3 points. Give more details. For example, the fine or points on your license. Date of this penalty. Enter the date. Which country was the offense in? UK. Save and continue. Your criminal or civil offense. Do you have any other crime, conviction, driving offense? No. War crimes. You must read this. أنا هذا قرأتها كلها. In either both peace or war time, have you ever been involved in or suspected of involving in war crime crimes against humanity or لا. سؤال بيقول لك هل انت او هل انا انه تورطنا باي جرائم حرب كان في زمن السلام او كان في زمن الحرب. لا. I have read the information. Save and continue. Terrorist activity and organization and views. Have you ever been involved in and supported encouraged terrorist activity in any country? لا. هل انت شجعت او انت دعمت او انت تورطت بنشاط ارهابي باي دولة من دول؟ لا. سؤال بعده. Have you ever been a member of or given support to or organization which has been concerned in terrorism? لا. هل انت كنت عضو او تدعم منظمة تم اعتراف عليها انه هي من الارهاب؟ لا. Have you been any means medium expressed views with justify glorify terrorism? هل انت اعطيت ارائك انه انت هيك تقريبا شجعت الارهاب حتى فكرة كان؟ لا. I have read all of them. Save and continue. Three missed organization and views. Have you ever been member of a given support to organization which is or has been concerned with extremists? No. هل انت اتهمت لمنظمة متعصبة لشيء؟ Have you by any means or medium expressed any extremist view? لا. هل انت شجعت اي وجهة نظر متعصبه؟ لا. I have read all of them. Save and continue. Person of good characteristics. هل انت اشتغلت بمكان مدفوع او غير مدفوع بسبب خطر على الامن العام؟ لا. هل انت اشتغلت او عملت في اي نشاط وصرحوا هدول النشاطات او هدول الاكتيفيتي اللي عم يسوون انه انت شخص سمعتك ما كويسة يعني شخص مش مليح؟ لا. كل اشتغل عندهم قالوا لي انت كويس 100%. Is there any other information about your character or behavior which you would like to make as aware of? هل عندك انت اي صفات بتحب تخبرنا عليها؟ No. Save and continue. Your employment history. Have you ever worked for any of the following types of organization? اذا انت كنت بالجيش اذا كنت متطوع تطوع بالجيش هنا اذا كنت كومبلسري يعني اذا انت خدمت خدمة الزامية يعني خاصة نحن السوريين اغلبنا خدم خدمة الزامية لازم تكبس هذا وتكتب اشو كنت انت باي لواء باي فرقة وشال خدم الجيش تمام؟ أنا ما كنت بهدول ما خدم جيش الحمد لله. I have not worked in any of the jobs listed above. إذا ما اشتغلت بأي شيء بتختار الأخيرة. 7 continue. بعد ما حطينا 7 continue هنا بنقول له your biometric resident permit PRB. عم سألوني على البطاقة اللجوء. Have you ever had a biometric resident card? Yes.
save and continue. Providing your biometric resident permit. Are you able to provide biometric resident permit card with this application? Yes. Enter your card. Enterna my card. Save and continue. وهو هاي خلصنا الحمد لله. هذا المعلومات حقه. انزل لتحت سوي له اشوف continue. هنا فيني سوي edit تمام. هلا انا بدي اسوي اديشنال ابليكانت. انا هلا بدي اضيف ابني زوجي بارتنر او الابن. بتخلص هلا بتخلص واحد واحد مثلا. خلصت انا هذا بعدين برجع بالبلد الثاني بخلصه برجع بالبلد الثالث بخلصه بعدين كمان اذا بضيف زوجي بتخلصه. الله يعيني اللي عنده اولاد. هلا انا راح اضيف ابني اد ذس ابليكانت. هلا سوى لي اد. هلا هنا راح انا اجاوب بعض الاسئله نفس الاسئله سالوني اياها لي راح يسالوني عنه. راح اسوي انا اد ادينج ا ديبندنت تشايلد سيف اند كونتينيو. اسمه خالد طاهر الزير. اسمنا من العكس. انا اسمي طاهر خالد الزير وابني اسمه خالد طاهر الزير. ساوي كونفيوز. عنده اي اسم اخر؟ لا. سيف اند كونتينيو. خالد طاهر الزير هنا immigration advice. Do you have an immigration advisor based in the UK? لا. هل عنده محامي؟ لا. contacted email. عبيل بتحب تتصل على هذا الايميل؟ نعم. سيف اند كونتينيو. تليفون نمبر. اتصلوا على نفس التليفون الاب. نعم. سيفن كونتينيو. بوستال ادريس فور خالد الزير نفس العنوان اللي انا ساكن فيه. Is this where you live? Yes. When did you start living in this? Save and continue. What is your gender? Male. What is your relationship status? Single. Save and continue. Country of nationality. هو طبعا ما عنده جنسية سورية لسه ما سجلته في سوريا. Country of birth. United Kingdom. Place of birth. Glasgow. Date of birth. بعد ما دخلت هنا تاريخ ميلاده. Save and continue. Do you have a valid passport? No. ما عنده جواز سفر هو. ليش ما عنده جواز سفر؟ هنا لأن أنتو you have never had a passport. For example, because you were born in the UK. صحيح. ولد هو في UK وما حصل على جواز سفر. Do you have a valid national identity card? لا. Expired identity card. Do you have a most recent expired national identity card? هل لديك آخر هوية اللي حصلت عليها؟ Save and continue. Travel document. Do you have a travel document? هل عندك travel document? طبعا هلا بيحكي على British one. كمان لا لقيته انا ما عم بيتلو اياه لقيته ما صلوا ولدان 6 اشهر الحمد لله. Reason for not providing خالد طاهر الزير identification document. Explain why. Because خالد طاهر الزير was born in the UK and never registered in Syria. Just register with Glasgow Council and Home Office. يعني كتبت لهم ابني خالد اتولد هنا في اليوكي في المملكة المتحدة في بريطانيا وما تسجل ابدا في سوريا فقط تسجل في بلدية غلاسكو وتسجل في الهوم اوفيس. سيف اند كونتينيو. خالد طاهر الزير other nationalities. Do you currently hold or have you ever held any other nationality? No. سيف اند كونتينيو. هل لديك اي جنسية اخرى؟ لا. Home office reference number for استاذ خالد طاهر الزير. Do you have? Yes I have. سيف اند كونتينيو. Confirm who your parents or legal guardians are. هو أنا. مين هو المسؤول عنك أو مين هو أبوك؟ طاهر خالد الزير. Save and continue. Your parents' relationship to خالد طاهر الزير. Parents. Save and continue. Parents' responsibility for خالد طاهر الزير. مين عنده مسؤولية عن هذا الطفل؟ أنا لدي المسؤولية. Save and continue. Who does Mr. خالد طاهر الزير normally live with? You and your partner. معي ومع زوجته. Save and continue. خالد طاهر الزير بايومتريك ريزيدنت بيرمنت. Have you ever held a... Yes. Save and continue. هلا كان عنده BRB؟ نعم. Providing? Yes. Are you able to provide? Yes. Save and continue. You must have an adult of at least 18 years old with you when you give your biometric. The adult must be able to prove who they are. أنا راح أكون. Save and continue. Is طاهر خالد الزير your parents or legal guards? Yes. يعني انا ابوه مسؤول عنه. هلا بيسالوا انه في عمرك التغت فيستا او منعوك من دخول اي دوله؟ لا. سيف اند كونتينيو. اذر انفورميشن اباوت مستر خالد طاهر الزير. Would you like to provide any other information to show that you have a genuine? No. هذا سؤال اذا كان زمان كان عم يعيش معي. هلا خلصت انا ابني الابلكيشن تبعه. كونتينيو. تمام. سوي كونتينيو. حتى هدول كمان انا راح اكد انه هدول راح اخذهم معي. عم بيقول لي انه هدول لازم تقدمهم. هدول الاوراق تبع ابنك واوراقك وبطاقتك وترافل دوكيمنت تبعي. عم بيقول بس شغلات المعك هون وما معك هون تبكن كلياتهم انه اكدنا انه انت قراتهم
وبعدين قدم اوراق ايش بتقدر تقدم قدم سيف اند كونتينيو. انا راح افتح ايميل هنا عم يطلب اني اسوي فيريفاي يور ايميل. فيريفاي ايميل كونتينيو I will approve a declaration. Save and continue. Declaration. هنا بيقول لي I confirm that I am the applicant and I am submitting the form on behalf of other applicants. أنا معبي الطلب وأنا بساوي كمان submitted on behalf of another applicant. لأنه أنا عندي ابني راح أختار هذا الجواب. راح أسوي accept above. Continue. هنا بيقول لي بس سويت له save and continue. أنا ما بحسن بعدل أي معلومات. Save and continue. وهيك بيكون وصلنا للمرحلة الأخيرة Further Actions Application submitted successfully وبيعطوني الرفرنس نمبر. هنا مثل ما أنا شايفين في بيد No payment required. طبعا هلا بعد ما سويت لها submitted هلا ما بقى فيني أرجع ليك. هلا أنا بدي أكبس هنا على Declaration أو Document أو Application ما بقى فيني أرجع ما بقى فيني أعدل أي شيء. بقى إذا أنت عندك أي غلط ما راحت عليك فيك تسوي Application جديدة. بس طبعا هنا بالDeclaration ما بقى فيني أرجع عليها وفي ورقة لازم أنا أطبعها ما قلت لكم عليها لأن أنتوا هلا بحسن باخذها من هنا. هنا عم بيقول لي You have a few more steps before your application will be completed. بعد عندي عدة نقاط لازم أنا أتمها قبل ما أخلص الأبليكيشن. حط له save and continue. هنا وصلت للمرحلة الأخيرة. الديكلوريشن هذه بنحملها من هنا. نكبس على هذا الرابط. بنحملها من هنا ونروح نكتب البوت كود والسيجنتشر والتوقيع. إذا ما بعتناها للهوم أوفيس مع الأوراق الأبليكيشن تبعنا راح يتم رفضه. ليش؟ لأنه هذه أنت بتعطيهم تصريح وتأكيد للهوم أوفيس إنه أنتم بحق لكم تروحوا تسألوا عني. فيهم يروحوا يسألوا البنك أو يسألوا منظمات أخرى يسألوا عنك. إذا ما أعطيتهم هذا التصريح إني ما فيهم يسألوا عنك. لهيك راح يجي الرفض. بقى من الافضل انه تطبعه وتوقعه لكل شخص مثلا لك ولزوجتك ولاولادك الاعمارهم. بس انا ابني خالد الصغير بظن ما بده بس هلا انا راح اشوف اقراه وشوف ايش بده. بعد ما وصلنا لهون نزل لتحت لكل اسم في الابلكيشن بيعطوك يونيك ابلكيشن نمبر او رفرنس نمبر رقم لكل شخص عبى الطلب. انا طاهر عبيت الطلب اعطوني رقم وابني خالد اعطوه رقم. طبعا زوجتي ما هون لانه انا ما عبيت الا لزوجتي. زوجتي لسه بعد بكير هي عندها سباوز فيزا. هدول راح يفيدوني وقت اسوي انا بوكينج ابويتمنت. اذا نزلنا لتحت هنا في عنا اوبشنال اكشن. هذا الدوكيمنت يلي لازم انا اسوي له سميتد مثل جواز السفر السوري اذا معي انا بس ما معي الهوية السورية الاوراق بنك ستيتمنت هيك شغلات اللي طالبينها لازم تجيبها معي. وإذا ما معي معلش. هنا تحت download a copy of your application form. هذه الابليكيشن يلي انت سويت لها سميتد فيك نزل نسخه منها. طبعا هي هاي ما ضروري تبعتها تنسخ وتطبع تجيب على اوراق وتروح تبعتها معهم لا انه صارت هي عندهم اياها اونلاين. هلا نحن بنسوي book appointment continue بيحولنا على الشركه الخاصه اللي قلت لكم عليها بالفيديو الاول اسمها سوبرا ستيريا. طبعا انا بالفيديو الاول لفظتها غلط بس هي سوبرا ستيريا والله اعلم. هذه هي بنساوي تيك لهذه وبنساوي تيك ام نو ريبورت. بندخل ايميلنا وبندخل كلمه سر بنساوي سيت اب لوجن يعني بنساوي حساب جديد. بس انا سويت حساب اوريدي وهلا عم ساوي قدامكم عم بفتحه اونلاين لانتو ما نزلته هنا مشان ما اطول الفيديو كثير. بس خلاص هلا ساوي لوجن. هلا عم يطلب مني الابلكيشن اليونيك نمبر تمام وهذا راح لاقيه هنا تحت هذا بالضبط راح احطه هنا. هلا هيك بحطيت الارقام بساوي لوجن. ويلكم تو يو كي فيزا اند سيتيزن ابلكيشن سيرفيس. هذا المركز الخدمات يلي بنحنا بنروح بنساوي بايومتريك بنساوي سميتد للاوراق وبنطبع بياخذوا منا بصماتنا. اذا بتشوفوا هنا على اليمين مكتوب الرينج اوف في اي بي فيزيت. طبعا هذه اللي حكيت فيها بالفيديو السابق لهيك انا قلت لكم روحوا شوفوه قبل ما تشوفوا هذا الفيديو. هذه للفي اي بي فيري امبورتنت بيرسون يعني هن بيجوا لعندك. بس طبعا انا ماني متجهز على مبلغ 250 ادفع. المهم شوفت الفيديو السابق لا تعرف التفاصيل عن هذه. لننزل لتحت هلا نسوي بوك ابويتمنت بعدين هنا بنكتب البوست كود تبعنا مشان يطلع لنا اقرب واحد. هو اوريدي بيعطينا اقرب واحد جنبنا لانه انا مساوي ساين ان من ايميل على الجوجل وبيعرف وين انا ساكن حاليا لهيك بيعطيني اقرب واحد عليه. جلاسكو هنا 1 مايل اوي يعني بس انه 1 مايل. انا بيهايند الهوم اوفيس يعني انا ساكن بنفس الشارع تبع الهوم اوفيس تقريبا. سوي select this service. طبعا حاليا انا بالزمن يلي موجود فيه هلا نحن بزمن المرض ما في كلاتهم مسكرين. not available not available not available حتى لو حطينا next week not available مسكرين. اما بانجلند عم بيقولوا انه فتحوا بانجلند ما انا متاكد بس للناس القديمين طبعا هنا بيطلع للشيفيلد نوتنغهام مانشستر ليدز السيرفيس بلفاست ادمبرا كمان ادمبرا نو افيلابل. هلا بسكوتلندا لسه ما فتحوا هذا مشان الموعد مثل ما عرفتوا الموعد هيك بس تختار اليوم اللي بدك اياه وبتسوي له بوك. هذا واحد.
اثنين شغلة تانية بحب ننبهكم عليها قبل ما نختم هذا الفيديو، الأوراق. كيف أنا بتساوي سمتد للأوراق أو كيف أرفع أوراقي أونلاين؟ حل من هالحلين، يا أما تأخذ الأوراق معك على الموعد وهناك بيسوي لك سكان وهن بينزلوا لك ياهن وبتدفع 75 باوند، أو يا أما أنت بترفعهم مجانا. ترفعهم من هنا بتساوي دوكومنت أبلود، وبتنزل لتحت تختار كل شخص، مثلا هنا طاهر خالد الزير أو خالد طاهر الزير، لكل شخص بتساوي له الدوكومنت حقه بتنزلهم. مثلا أنا طاهر، تقبض على أبلود دوكومنت، بتنزل لتحت بروف اوف ايدنتيتي ترافل هيستوري، بنزل هنا مثلا وثيقة السفر، مثلا بحط هنا شوز فايل، بكون انا مسيف جواز السفر هنا، بكبس عليه اوبن وبكتب هنا مثلا ترافل دوكومنت، ترافل دوكومنت، بعدين بسوي ابلود، بعدين برجع بسوي مرة تانية شوز فايل، وبحط مثلا البي ار بي كارد بطاقة اللجوء، وبنزلها وبكتب عليها بي ار بي كارد بطاقة اللجوء. طبعا اذا عندي هوية سوري بنزلها، واذا عندي جواز سفر سوري بنزله، وبكتب عليه انه سيريان باسبورت، وعلى الهوية السورية على البطاقة السورية بكتب عليها سيريان اي دي كارد. نزل لتحت محطوط هنا اوبشنال دوكومنتس، طبعا هنا مثلا بروف اوف ابلكيشن، اديوكيشنال سبونسرز، ميديكال لايك انفورميشن، لايف ايفنت، بروف اوف بزنس، فاينانسز، ريزيدنس ان ذا يو كي اند اذر. كل هذا الكلام ما بدنا اياه، بس نحن بنروح على اذر، بنحط شوز فايل، نختار الفايل مثلا بروف اوف ادرس، عناوين السكن لمده 5 سنوات الماضي، بنختارهم بنحطهم، نسوي له اوبن، بنكتب هنا بروف اوف ادرس، وهكذا لاخر اوراقنا نحن عم نسويهم. معلومه هذول ما يقبلوا الاوراق الا بي دي اف، والله اعلم. فايل فورمات بليز ابلود ذا دوكيومنت ان بي دي اف فورم بريفيرد، يعني هن بيحبوا يكون بي دي اف، يعني ما تروح تنزلهم غير بي دي اف، هن بيقبلوهم بجود والله اعلم، بس هن عاملين لك بريفيرد بي دي اف. الفيديو القادم ان شاء الله رح ساوي فيديو هيك قصير، كيف انا اصور وكيف احول صوره من صوره عاديه لبي دي اف، وشو افضل برنامج للتصوير، وان شاء الله رح فرجيكم شو نحط مثلا الاوراق كلها مع بعض بملف واحد بي دي اف، واكتبوا مثلا سميه وبعدين نزلوا ملف واحد انه ما ننزل صور كتير. وهيك بيكون وصلنا لنهايه الفيديو، وبتمنى يكون الفيديو كتير عجبكم. اذا مالك مشترك معي بالقناه يسعدني اشتراكك، ومشان ما تروح الفيديوهات اللي بدي انزله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي ناو.